يا شمع من دمعة يا يوسف يا يوسف يا يوسف، ربنا يبارك فيك يا ابني ويرحم يوسف. هو مات تاني؟ عيل طري. طيب جميل يا كانشه، انا كنت حاسه ان هو ابن موت، فلت منها مره واحنا في الفيوم، بس المره دي معرفش يفلت. يا سهام، هو مرة مات ومرة سابني؟ هو الموت فيه هزار يا علياء يا بنتي، الموت ما فيهوش هزار يا علياء، ما فيهوش هزار. فعلا الموت ما فيهوش هزار، بس انت هزرت قبل كده يا اخويا. عمره يا بنتي، احنا ملناش في نفسنا حاجة، دي حاجة بإيد ربنا. الحرامي ما ادالوش فرصة، لسه بيلف يدافع عني، راح ظرفه بالشوم على دماغه وخدت أجله. عقبال ما نقلناه المستشفى كان السر الإلهي طلع، وراح لمثوى الأخير يا علياء، مثوى الأخير يا يوسف. لا احنا كده نقرا له الفاتحة. هو اتدفن فين يا سام؟ أظبطها وأقول لك. نعم قصدي هو سبحان الله، واحنا شايلين النعش ورايحين ندفنه كان النعش بيطير، قعد يطير لفوق يطير لفوق لحد ما شفناهوش، عشان كده مش فاكر مكان التراب فين، مش فاكر مكان التراب بتاع الزعبيز. كان بيطير بيطير يا حبيبي من عمله الطيب. يا ماما، هو كان انسان طائر، الله يرحمه. يحرم علي اللي اسجلب من بعدك يا يوسف، يحرم علي اللي اسجلب يا صاحبي. انا هقوم اروح اوضتي. رايح فين؟ هنام. نعم قصدي مش قادر، انا عايز اعدي الصدمه اللي انا شفتها. فقد الصحاب ده اتغنى في مواويل، اتغنى في مواويل يا عليا، الموضوع مش سهل عليا يا يوسف، مش سهل يا يوسف، يا ناوي عليا. خليك بس انا جاي. ايه ليلي في ايه؟ في ايه يا ليلي؟ مالك يا بنتي، بنات كويسين؟ انت بتتجوز عليا انا، وكمان مراتك حامل. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ ايوه يا طنط، انا عرفت كل حاجه خلاص. عرفتي ايه؟ عرفت ايه؟ بقمارة ال 45 ألف جنيه اللي اتسحبوا من الكارت بتاعك في المستشفى عشان مراتك اللي بتولد. انا فعلا يا جماعه خدت ال 45 ألف جنيه دول، صح؟ بس خدتهم عشان ادفعهم في خرجة يوسف صاحبي. يوسف مات يا ليلي، صاحبي مات، صاحبي مات. أنا آسفة يا سيسو، أنا فعلا ظلمتك، أنا آسفة. صاحبي مات، صاحبي مات. أمال مين ده؟ حضرتك الأستاذ سام. صاحبي عاش، صاحبي عاش، صاحبي عاش، صاحبي عاش. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.